خبر القادم مشاهدينا بالتأكيدهم شبابنا المتميزين، وهو احتفال الهيئة العامة للشباب بختام برنامجها التدريبي الصيفي، وهو برنامج تنمية المهارات القيادية لدى الشباب، واللي يقيم بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. بفعل سعود، البرنامج أقيم للاستفادة من دور المعهد في مجال بناء قدرات وتمكين الفئات الشبابية في مجال القيادة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تركيز الهيئة العامة للشباب دائما على تعزيز دور الشباب في دعم خطة التنمية في البلاد. تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المهارات الحديثة في مجال القيادة والإدارة والتخطيط والابتكار كان الهدف الأسمى لبرنامج تنمية المهارات القيادية الذي قدمته الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط. الهيئة العامة للشباب دائما تحرص أن يكون لها شراكة مع جهات أو المؤسسات الموجودة بالدولة في خدمة الشباب. هدفنا منها بالأساس أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع، وبالتالي عشان يكون لهم دور فاعل بالمجتمع لابد من تأهيلهم التأهيل الصحيح ليكون لهم أثر من خلال المشاريع والبرامج اللي سوونها في المجتمع. وهني اليوم يعني نحتفل بالمجموعة من الشباب، ونأمل إن شاء الله أن يكون لهم البصمة اللي نحس فيها كلنا. يساعد في تعزيز قدرات وتمكين الشباب الكويتي من المهارات القيادية والإدارية والتخطيط والابتكار. حاليا مجتازين هذه الدورات تقريبا 86 مشترك، كان عبارة عن 3 محاور أو برامج تدريبية، كل برنامج تدريبي يحتوي على دورتين تدريبيتين. المعهد العربي للتخطيط بدوره دائما يفتح أبوابه لاحتضان الشباب وتدريبهم لفتح آفاق الإبداع وغرس مبادئ التفكير الاستراتيجي المبادر لدى الشباب. برنامج مهم الحقيقة، وإحنا سعداء أن يتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وكذلك بدعم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، ونأمل أن يستمر هذا التعاون، ولدى المعهد العربي للتخطيط الكثير ليقدمه للشباب الكويتي، ونحن أساسا نقدم الكثير طيلة السنوات الماضية. نحن يعني ندرب سنويا لا يقل عن 2000 شاب مبادر في المجالات المختلفة والموضوعات المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا البرنامج التدريبي سيكون له كبير الأثر في تعزيز دور الشباب في دعم جهود خطة التنمية لبناء كويت جديدة مزدهرة بأفكار وسواعد شبابها. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت. ردينا لكم مشاهدينا، مثل ما شفتوا بالتقرير لطاف، الهيئة العامة للشباب اختتمت برنامجها لتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، واللي كان هدفه تمكين الشباب الفئات الشبابية من الاتجاهات الحديثة في مجال القيادة وريادة الأعمال. نعم، راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستديو هنادي الدوسري، مدير مشروع تنمية المهارات القيادية لدى الشباب في الهيئة العامة للشباب. صباح الخير أستاذة هنادي. صباحك الله بالخير. يعني مثل ما عرفنا أن حضرتك كنتي معنا في حلقات سابقة وتكلمتي عن هذا المشروع. الحين المشروع تقريبا وصل في الختام، ونفس ما شفنا في التقرير يعني كان في تكريم حق المشاركين فيه. كلمينا عن يعني هذه النقطة اللي عدد المشاركين، شلون شفتوا الإقبال على هذا المشروع؟ بالنسبة حق المشاركين حاليا اللي تم تكريمهم أو اللي خلصوا معنا اجتازوا جميع الدورات 86 مشترك من أصل أكثر من 100 مشترك أو متدرب في هذا البرنامج. برنامج تنمية المهارات القيادية هو تعاون بين الهيئة العامة للشباب والمعهد العربي للتخطيط، يحتوي على 3 برامج تخصصية، كل برنامج يحتوي على دورتين تدريبيتين، فبالتالي احنا عندنا 6 برامج أو 6 دورات تدريبية كانت على مدى 6 أسابيع مع مدربين مختلفين، دكتور جاسم الجزاع، أستاذ دكتور مدحت أبو النصر، مهندس وائل المطوع، ودكتور فيصل المناور. كانت الفئة العمرية المستهدفة في هذا المشروع من 20 إلى 35 سنة. أقيمت هذه الدورات في المعهد العربي للتخطيط، وأمس كان حفل الختام. ما شاء الله، شفنا الحفل الختام جميل، وحتى يعني مشاركين وأيضا متدربين هناك. كيف كان الإقبال على هذا البرنامج من بداية ما أعلنتوا عن البرنامج؟ شلون شفتوا الإقبال على البرنامج؟ ما شاء الله، من أول يوم للتسجيل تم فتح باب التسجيل في 15 مايو لمدة شهر لغاية 15 يونيو. بدأت الدورات التدريبية في تاريخ 3 يوليو،
فكانت فترة الشهر هذه ما شاء الله الإقبال جدا كبير. الرقم اللي وصلنا له كان أكبر من اللي إحنا متوقعينه بصراحة. تم استبعاد مثلا اللي مو مطابقين للشروط، وبالتالي تم توزيع المتدربين على الدورات التدريبية. ما حبينا نرد أحد، ناس ما قلت لك العدد كبير، فحبينا نوزع المتدربين على الدورات التدريبية الستة. يعني أستاذة هنادي، يعني عفوا المقاطعة، يعني كان في شروط معينة للقبول؟ طبعا لازم يكون المتقدم أو المتدرب كويتي الجنسية، هذا من الأساس. في هذا البرنامج التدريبي الفئة العمرية كانت من 20 إلى 35، في برامج أخرى تكون تختلف الفئة العمرية فيها، بس من الشروط الأساسية أن يكون كويتي الجنسية. نعم. كذلك يعني هو البرنامج خاص في تنمية قدرات الشباب القيادية. شنو الوسائل اللي تم استخدامها، أو شلون يعني قدرنا أن عرفتوا أن الشباب بالفعل اكتسب هذه المهارات من خلال هذا البرنامج؟ طبعا في البرنامج التدريبي هذا حرصنا مع المعهد العربي للتخطيط لاختيار مدربين ذو كفاءة عالية، استخدام التواصل الفعال مع المتدربين وطريقتهم في نقل المعلومة. بالنسبة للمدربين ما شاء الله عليهم كانوا يعني حرفيتهم عالية في هذا الموضوع. تم عمل فرق عمل مع بين المتدربين، وأيضا وصل لهم المعلومة بطريقة خلينا نقول كان فيها نوع من الجو الأسري، والجو كأنه يعني نقل المعلومة كان أسلس من أنك تقعد بمحاضرة وتأخذ معلومات وتكتب. حتى نقل المادة العلمية لهم كانت بطريقة مبسطة وحلوة. فما شاء الله بالنسبة حق الشباب اللي خلانا نشوف إن هذا النوع من البرامج ناجح، المبادرات اللي كانوا يعطونا إياها، الأفكار اللي كانوا يعطونا إياها، ما شاء الله عليهم كانوا جدا شباب مبدعين. بالفعل يعني دائما سعود، يعني إحنا دائما نقول إن الشباب الكويتي مميز جدا، يعني في إبداعاته، في أفكاره. ويمكن هذا سبب نجاح البرنامج أستاذة هنادي، إنه يعني نفس ما حضرتك ذكرتي إنه في تقديم أفكار، في مثلا تقديم رؤى معينة، وبالتالي أنتم قدرتوا إنه توصلون بالفعل فكرتكم بشكل سليم. بالضبط. هم حتى لما يجوني المتدربين يشكرون على تنظيم، على نوع هذا من الدورات، كنت أقول لهم أنتم من بعد الله سبحانه وتعالى أنتم السبب الأساسي بنجاح هذا البرنامج. لما أشوف الالتزام، ترى البرنامج مجاني، فلما أشوف الالتزام من المتدربين إنهم جايين يحضرون حر، شايفين التغيرات الجو اللي قاعدة تصير. صحيح. عندنا طلبة كان عندهم كورس صيفي، طلبة جامعة. عندنا موظفين، في أحد المتدربين وظيفته تحتم عليه أنه يقعد لغاية الساعة 4 ومكانها بعيد، كان هنا دايركت من الدوام عشان يحضر وحضر معنا البرنامج كامل، الست دورات التدريبية. حرصهم، اللمعة اللي كنت أشوفها بعينهم، الحماس، فهم كانوا السبب الرئيسي في نجاح هذا البرنامج. نعم. يعني حتى تحدثنا معاك لقاء سابق، كنت معاك وتكلمنا على السؤال، راح نطرح عليك سؤال نفس يعني بالحلقة اللي فاتت كنتي معانا، قلنا لك إن التأكيد هناك بالدورات وعدد الكبير اللي ذكرتي في الدورات، هناك شباب متميز، أو لاحظتوا فيهم أن أفكار جديدة، ولا يعني تحسين فيهم نبتة ممكن أن تأخذونهم أو تطورونها أو تسقلونها في هذا البرنامج؟ لاحظتي على يعني ختام الدورة من تضح لديهم قدرات قيادية في هذا البرنامج؟ المرة اللي طافت كنت قالت لكم شغلة، أن كل شبابنا كانوا مميزين. صحيح. وفعلا أنا ما زلت عند كلمتي، كل شبابنا كانوا مميزين. كان المفروض تكريم 15 متدرب متميز، رفعناهم ل 20 متدرب متميز. ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. كانت حتى المبادرات اللي كانوا يعطونا إياها منطقية وواقعية. فمبادرات تخص مثلا الطاقة الشمسية واستغلالها، مبادرات في تحسين وسائل المواصلات في المحافظة على الجزر الكويتية، كلها مبادرات واقعية ومنطقية. فما شاء الله عليهم، يعني إن شاء الله نشوفهم قياديين في المستقبل، وإن شاء الله نشوفهم أخذين القرارات الصحيحة حق دولتنا الكويت. إذن يعني دكتورة هنادي، يعني نفس ما أنت قلتي إن الفئة العمرية كانت من 20 إلى 35، وحضرتك أيضا ذكرتي إن في بعضهم كان طلبة جامعة وكانوا يعنيون البرنامج. طلبة الجامعة إذا إن شاء الله يعني تم يعني تخرجوا من الجامعة، ممكن يستفيدون من هذه الدورة في وظائفهم المستقبلية؟ أيضا الموظفين، يعني هل ممكن أن هذه الدورة
ممكن يستفيدون منها في مجال وظائفهم سواء الحكومية أو كثيرة حتى الخاصة. طبعا هي الشهادة في نهاية هذا البرنامج هي شهادة معتمدة، فإن شاء الله يقدرون يستخدمونها بالسي في أو يقدرون يستخدمونها حتى تطورهم الوظيفي. أيضا إحنا قاعد نعطيهم مهارات قيادية للشغل ومهارات حياتية أيضا، يعني هم قاعدين يكسبون من الناحيتين، انك انت تتطور في مجال وظيفتك ونخلق قيادي قادر على اتخاذ القرار وقادر انه يقود فريق العمل، وايضا مهارات حياتيه يستفيد منها. نعم فاطمة، البرنامج أكيد له العديد يعني من المحاور، منها محور مهارات الإبداع والابتكار وأيضا حل المشكلات بشكل عام. بضيق الوقت نتكلم عن، تقدمين لنا شرح بسيط عن فكرة مهارات حل المشكلات. المدرب راح يعطيهم أو أعطاهم أوريدي المشكلة، تعريفها، أنواعها، شلون تكون طرق الوقاية منها، شلون أنت طرق العلاج لهذه المشكلة وتفصيلي، وسوالهم هم مجاميع للمتدربين وعطاهم مشاكل عشان هم بنفسهم يحلونها ويلمسونها. كذلك يعني أستاذة هنادي، ممكن أن ممكن نستفيد من هذه الدورات أو المشاريع نتعاون فيها مع جهات حكومية؟ الهيئة العامة للشباب لا تعمل منفردة، فالهيئة العامة للشباب تعمل مع أو تنسق بين الجهات المعنية. في يعني في جهات حكومية استعانوا فيكم؟ في دورات الهيئة ومشاريعها ممتدة على مدى العام كله، وتعاوناتنا تكون مع مختلف الجهات. يعني في جهات حكومية؟ في جهات حكومية، وعندنا برامج متنوعة، ثقافية، قيادية، ترفيهية أيضا. ونفس ما ذكرت إنها مجانية، كل البرامج الهيئة مجانية. هذا الجميل اللي فاطمة تحدثت مع الأستاذة هنادي الدوسري عن هذا الموضوع، ويكيد بالقرب من الشباب تشوف يعني لمعة الشباب وأيضا يعني شغفهم وحبهم للعمل، خصوصا في الدورات المجانية ومختلف يعني مجالات كثيرة وكبيرة تقوم فيها الهيئة العامة في طرح مجالات عديدة. يمكن أي شاب إنه يدخل مجرد الويب سايت الهيئة العامة للشباب الرياضي ويسجل فيه ممكن يلقى جميع يعني الدورات المماثلة، وأيضا دورات عن بعد عندنا في منصة إمكان. صحيح. في حالة لو ما قدر يحضر بنفس الدورة يقدر يختار الدورة اللي هو يحتاجها من منصة إمكان عن طريق الويب سايت مال الهيئة. نعم، وطبعا جميع هذه الدورات يعني تمنح فيها شهادات معتمدة، مثل الدورات اللي أونلاين ما فيها شهادات معتمدة، لكن إن شاء الله الدورة الثانية اللي فيها شهادات أكثرها تكون معتمدة. بس يعني أنا لفتني، يعني حتى كنت قاعدة أتكلم مع سعود يعني قبل شوي، إن هذه دورات مجانية، ولكن يعني الكثير يعني ما يدري أن هذه الدورات مجانية. هو عموما جميع برامج الهيئة العامة للشباب مثل ما ذكرت هي مجانية، مجرد دخولهم على ويب سايت الهيئة. نعم. راح تطلع لهم كل الدورات، يقدرون يتابعون أيضا الانستغرام الهيئة العامة للشباب، ومن خلالها راح يعرفون برامجنا ودوراتنا إن شاء الله. ودائما يعني دورات الهيئة العامة كلها مستوى عالي فاطمة، مثل ما شفنا الآخر دورات فيها تطور كبير صراحة، ويعني دورات بروفيشنال مثل ما يعني نقول. طبعا. ففعلا يعطيكم العافية على هذه الدورات. وأيضا دائما ننصح الشباب أن أي أحد ممكن يقدر يدش السايت ويشيك على الدورات اللي هي عبارة عن طوال السنة، مو بس متجددة. فترة الصيف متجددة. لكن الصيف يعني تركيز أكثر على الفئة العمرية، يعني اللي تكون في المدارس الصغيرة كترفيهية تعليمية، ترفيهية بنفس الوقت تدري إجازة الصيف في سباحة، في برامج ثانية تعليمية، في برامج ترفيهية يقضون وقتهم، لأن الهيئة تحرص أن تخلي الشباب. في أيضا برامج للأطفال أستاذة هنادي؟ حاليا في فترة الصيف في برامج في مختلف مراكز الشباب، عندنا 11 مركز شباب. فالهيئة شو الأنشطة اللي تقدمونها؟ والله كثير خاصة بالأطفال، يعني في مثلا السباحة، في شيء خاص بالتكنولوجيا مثلا، في دورات عديدة، في حتى للقيادات، قيادي المستقبل هذا للفئة العمرية من 11 ل 17 سنة، إن شاء الله أتوقع الأسبوع الجاي آخر أسبوع فيه. جميل. نركز على الحين يعني الدورة اللي اختتمناها بالتقرير وشفناها، برأيك هل هذه الدورة وهذا البرنامج حقق المأمول من في هذه الأسابيع الماضية؟ وإذا كان ذلك
يعني ليش ما او في نيه لطرح مثلا برامج مماثله مثل البرنامج اللي عملتوه مع جهات حكوميه اخرى غير المعهد العربي؟ هو ان شاء الله راح يكون هو كان بالسابق ايضا وسوف يكون في المستقبل ان شاء الله تعاونات اخرى سواء مع المعهد العربي للتخطيط او جهات اخرى في مجال القياده. من ناحيه نجاح البرنامج ولله الحمد انا اللي شفت انه فعلا حقق الاهداف المرجوه منه واكثر منها ايضا. ممتاز. وراح يكون اكيد في تواصل استاذه هنادي يعني معاكم مع المشاركين ايضا في هذه الدورات طبعا. يعني انه خلاص يعني تخرجوا من الدورات مو معناته انه ما يكون في تواصل. طبعا طبعا احنا خلق عندنا جو اسري في هذه السته اسابيع اللي لدرجه يعني. ما احنا عارفين ان شاء الله لما نرجع الهيئه نداوم دوامنا العادي بدون وجود المتدربين فشوي راح يكون الفتره هذه صعبه علينا، بس نامل ان شاء الله نشوفهم قياديين في المستقبل ونقول ديلي كانوا في يوم من الايام متدربين عند الهيئه العامه للشباب ان شاء الله. ايضا القياديين يعني اللي موجودين في الهيئة وحضرتك ذكرت أنهم يقدمون أيضا دورات يعني للمدربين. الأعمار يعني أنت قلتي ليه 35، بعد 35 هل ممكن أن مثلا شخص لديه رغبة في تطوير مثلا قدراته القيادية هل ممكن أن مثلا يقدم في برامج خاصة حق فئة فوق 35 ولا فقط؟ مع الأسف يعني احنا نقول دائما الشباب ممكن ما له عمر محدد يعني أنه ما نقدر نحدده برقم. ليش حطيته 35؟ كقانون هذا شيء مو عندنا كقانون، والله نأمل أنه يرتفع لي خلينا نقول فوق 60 سنة، لأن حاليا احنا أصلا اللي قاعدين نشوفه حتى الأعمار الكبيرة ما شاء الله قاعد تصير عندهم روح الشباب عاليه موجوده، فنامل بالعكس نامل انه يرتفع الرقم. شفت سعود يعني الجيل هذا ما يكبر يعني مواليد الحين دائما يقولون مواليد الثمانينات والتسعينات خلاص كبروا. أيه. لا ما كبروا انا اشوف السبعينات. ها حتى السبعينات حتى السبعينات صح. ان شاء الله يعطيكم الصحه والعافيه على هذه المشاريع الجميله اللي بالفعل يعني تهم المجتمع كله، وايضا الشباب يعني لهم هذه الرغبه يعني مجرد عندهم هذه الرغبه في انهم يشاركون في هذا البرنامج هذا شيء يعني جدا كانوا جميل. كانوا عجيبين بصراحه ونأمل ان شاء الله. شو المواقف اللي صارت؟ شوفي يعني ابرز المواقف يعني صارت لي ان مثلا كانوا ما نفس ما قلت لكم ما كان ودي ارد احد في بس ملزومه في عدد معين للتسجيل، فكان اللي يجون يقولوا لي ما نبي شهاده بس نبي ني ونسمع ونستفيد. كان في واحد من المتدربين يقول لي انا مستعد اوقف مو لازم كرسي، انا بس ابي واحده من المتخرجات تقول انا مو من النوع اللي بس قاعد على بني متخرجه وعلى ما انطر الوظيفه، لا انا احب اطور من مهاراتي لما تجيني الوظيفة إلا أنا أكون مستعدة لها. فلا كانوا عجيبين كانوا بصراحة. هذا السؤال أستاذة هنادي، شنو تنصحين الشباب اللي يعني ممكن عنده مهارات قيادية أو يعني يشوف نفسه أنه ممكن يطور مهاراته القيادية أنه ما يقدر يستغلها أو حتى إظهارها في مكان عمله؟ هو في المهارات هي تكون ساعات شيء بالفطرة وساعات شيء مكتسب او انت تكون تكتشف فيك مهاره معينه وتنميها وتطورها. لما تكون شيء بالفطره طبيعي اي موقف راح يطلع لك هذه المهاره راح تستخدم قدرتك هذه. المهارات الثانيه اي شخص يقدر انه هو يطورها من ناحيه سواء في الهيئه وحتى الاماكن الاخرى، انك انت تطور من نفسك تشوف شنو اهتماماتك او حتى تبحث داخل نفسك وتشوف انت شنو ممكن اي شيء يشدك او ممكن يجذبك وتطور منه سواء قدرتك او حبك او شغفك كان بسيط او كبير. فاحنا ما نقول ان ما نستصغر اي خلينا نقول مهاره او اي قدره عندنا، لازم ما نستصغرها، احنا نشوفها صغيره غيرنا يشوفها كبيره. فانا انصحهم دائما انهم ما يوقفون تطوير من نفسهم، احنا لين نكبر واحنا نحتاج المعلومه ونحتاج للتطوير، فما بالك الشباب اللي فيهم طاقه وفيهم عزم. بالفعل يعني كلمه جدا جميله ذكرتيها استاذه هنادي ان احنا كل يوم لازم نكتسب معلومه طبعا. وكل يوم لازم نكتسب مهاره جديده. جدا كنا سعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقه استاذه هنادي الدوسري مدير مشروع تنميه المهارات القياديه لدى الشباب. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الله يعافيك.